ازيك يا باشا؟ ازيك يا باشا ايه؟ انت فاكر نفسك في الاستاد يا ابني؟ ما تحترم نفسك يا باشا. بعد اذنك يا باشا، انت قبضت يا باشا على اتنين بقى ظلم يا باشا. مين بقى الاتنين اللي احنا قبضنا عليهم ظلم؟ بتوع الدعاره ولا بتوع الخناقه؟ بتوع الدعاره يا باشا. ايه ده يا عم الخراب؟ بتوع الدعاره انت عبيط يا ابني. ايه اسكت. وبتوع الدعاره دول بقى انتوا اللي مشغلينهم؟ شفت احنا لا مش قصده على بتوع الدعاره يا باشا، احنا ما نعرفش دعاره، احنا قصدنا يا باشا على اتنين بقى يا باشا اخواتنا. مين يا ابني فيهم اللي اخواتكم، بتوع الدعاره ولا بتوع الخناقه؟ بتوع الخناقه يا باشا دول اخواتنا. وبتوع الدعاره دول زي اخواتنا. بس يا ابني دعاره ايه؟ طب بتوع الخناقه دول اساميهم ايه؟ يمنى ويسرى. وقف عندي لازم انت وهو يا امين، هات لي البيتين بتوع الخناقه. طب وبتوع الدعاره؟ بس يا ابني بقولك لك بس. سلامتك يا معلم جزم. سلامتك انت يا شنيفة. أستاذ انت طلعت شنيفة رجولة الرجولة في المعركة، كنت ايه في الارض وكل الجزم في بقك وما قلتش اي. كلنا فداك يا معلم جزم. انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ بجيب صوت العرب. يا ابني صوت العرب ايه؟ ده جهاز القلب. يعني ما فيهوش نجوم اف ام. انت عدت له كام حقنة بنج؟ والله يا دكتور 10 حقن وبرضه ما فيش فايدة. 10 حقن؟ ايه ده؟ هو مش حضرتك الواد شيكو بتاع الحرب العالمية الثالثة؟ شيكو ايه يا ابني؟ أنا الدكتور. دكتور ايه؟ أصل انتوا الاتنين نفس الفلطحة. بقول لك ايه؟ شكله كده مش هينفع مع الحقن، احنا لازم نكهربه عشان يهمد. نكهربه صح. تكهرب مين انت يا عم انت؟ انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ ده معلم جزمه. قلتوا ايه؟ هنعمل محضر الصلح ولا نمشي المحضر؟ لا المسامح كريم واحنا مسامحين وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني يا فندم ممكن نمشي احنا خلاص عشان ايه يا بنت؟ ما تعيطيش، خليكي زي يومنا جامده، ما تخلينيش ادغدغ الاسم ده واكسره بقى. بكتيريا انا مصدومه. ما تتصدميش، احنا ممكن ندغدغ الاسم على اللي فيه. اتفضلوا امضوا على المحضر بره. يلا خير. يلا بكتيريا. استنى يا حبيبي انت وهو، استنى اعمل فيتك. انتوا بقى مش عايزين تدغدغوا الاسم وكسروه؟ ده كلام يا باشا، ده انا بقول كده قدام البنات عشان يحبونا بس، عشان نبقى جاحدين ومعاهم. لا يا حبيبي، انتوا بقى الاثنين هتفضلوا معانا النهارده. يلا يا حاج لف. بقول لك ايه يا جميل؟ هي الحقنه دي عضل ولا وريد؟ لا عضل. طب ما تتعبيش نفسك، مش هتلاقي هناك اي عضل. لا كله للعضل. سيبها يا كابيتانو، سيبها تكتشف بنفسه العضل فين. لا بس مره كنت في مدغشقر وهناك كنت قاعد على النيل. ايه دي نيل؟ هي مدغشقر فيها نيل؟ قفشت عضلي. صباح الفل يا جدعان. طب يا جدعان صباح الفل. طب مش هنقعد؟ هتفضلوا واقفين؟ هتقضوا فترة حبسكوا واقفين؟ نقعد شوية ولا ايه؟ طب يا جماعة أنا طالع العشاء، ممكن حد يدوس على الزرار بس؟ مش ده السلسلة ولا في ايه؟ في حد في زجزجة؟ بتقول كده ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مفيش ايه؟ طب يا جماعة أنا معاك أنا معاك. طب ايه؟ طب كنا كده بتوع الدعارة. طيب مدوره فيهم الضرب وما جالكوش الجماعه بتوع امسك متحرش ابدا والنبي يا ام؟ ولا الجماعه بتتحرش بالمتحرش؟ لا خالص، دي الناس بقى بتتخانق معانا وتحوش عنهم، والنسوان يا اختي عماله تقول لنا حرام عليكم العيله عملت لكم ايه؟ ده اتحرشوا بيكم بس. لا وكمان كان في ناس واقفه بتصور عشان ترفع على يوتيوب. يا ولاد الصيعه. ها وبعدين؟ بنتك يا اختي فضحتنا ولمت علينا الناس. ما حاشهمش عني غير الحكومه. طحنتهم. طب بصوا بقى، المره الجايه اللي يتحرش بيكم اتحرشوا بيه. حاضر يا ام. انا مخبيه عليكم مفاجاه. ايه؟ عريس يا بنات. اخ
خيالي، عمال ادور على السكر والشاي، مفيش لا سكر ولا شاي، حتى الميه مفيش في القله. يا حول الله يا رب، لا جبن ولا رومي ولا اي حاجه موجوده عندي، مش معقول ابدا. انا هفضل عايش في الزريبه دي لامتى؟ هفضل عايش في الزريبه دي لامتى؟ البيت ده محتاجني داية، محتاجني داية. وبعدين يا حورس، احنا لو اتقفشنا اداب مش هيخرجونا كده. احمد ربنا ان هم خرجونا اصلا. يا نهار اسود، احنا نسينا الواد كونو. باخد بطاري نبقى نروح لكونو. ايه ده؟ خد هنا. مين ده يا ابني؟ وانت مين انت؟ اخلص! ده سيادة الشيف شربيني. تمام يا فندم. ده جاي في ايه ده؟ مخدرات. مخدرات يا كلب. مخدرات؟ مخدرات يا جزمة قديمة. مخدرات؟ عندك 120 سنة وبتشرب مخدرات؟ خلاص يا باشا. قوامه قوامه. على الحجز يلا. حلوة دي يا حورة. بص بقى دي. حرامي حرامي حرامي. ربنا يستر يا رب. مش فاهمين ده. ايه ده؟ الحق. ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده خير يا جزمة؟ ده انت شكلك اترققت علقة حلوة. طب قول يا ابني انت في ايه؟ خيري؟ لا لا يا اسود في ايه؟ مش عارف يلي وي اسود. ايه يا قبطان في ايه؟ العين عليها حارس. ده انت عينك اتدشملت خالص. ما انا نزلت اللي سيبني هنا. في ايه يا عم حماده مالك؟ مفيش، الحمد لله على كل شيء. يا دراع يا ناس، سواء انا هروح اغير له على الخطاف واجي. الله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. في ايه في المستشفى؟ هو في عفريت جوه ولا في وحش ولا في ايه؟ معقوله كونو ضرب كل الناس دي؟ كونو ما حدش بيقدر يضرب حد غير عشان انا الجامد. ولو هو ضرب حد يبقى تعادى مني. ايوه صح. طب تعالى. اوعى. تعالى وكر وكر اخويا. حمده حمده ابني. خي يا جزمه يا جزمه. افروديت افروديت انقذيني يا افروديت، انقذيني يا افروديت. القبضتين المدمرتين. اهدى اهدى. بكره اخويا فين؟ الدكتور كتب له هو وكل اللي جم معاك على خروج بس ما عدا انت. ليه؟ هو انا هموت يا سيس؟ الجرح اللي في راسك مش صغير، ده واخد كيسين قطن بحالهم. كيسين قطن؟ وانتوا هتنجدونا يا جدعان؟ طب ما تسيبنيش اقعد لوحدي يا سيس. لا انت هتوجع لي دماغي. نام. لا يا سيس يا سيس. نام بقى. سيس سيس كونو. سيس. يا كونو. كونو بالراحة يا ابنها. وحشتني يا اخويا اوي. بالراحة يا ابنها، المرض مسي جسمي بالراحة. راسي. مالك يالا في عامل عيان ليه؟ معلش عندي برد يعني. انت هتستقبل يالا؟ فوق واجمل. فوق سايبني كل ده لوحدي وعمال اقاوم في ايه ده؟ ايه اللبس الاهطل اللي انتوا لابسينه ده؟ يا حمار ده انضف لبس. الموضه السنه دي مقطع يالا. الموضه مقطع؟ ايوه والله العظيم اقسم. اقطع لك وشك. اقطع لك وشك. اسخن ياد فوق. مالكش دعوه انت بيا، بدل ما اديك الم بكل المرض اللي في جسمي ده. انا هتاكل. اكل اكل اكل. عايز اكل. طلع بروست اللي جواك يا. عنديش اكل حلو ده. ما عنديش بروست. الله اكله. طيب اوعى تاكله ده عيان مستقبل. هو ياكل بالهنا والشفا يا حبيبي. اكلني معاك. ما ينفعش انت تاكل، انت عيان. ما تعملش دكتور. بس ما ينفعش، بقول لك عيان. جعان جعان. ما ينفعش تاكل وانت جعان. انت مريض يا جعان. جعان خيار حلو. جعان جعان. انت كل جعان. اكلني يا ولاد الجزمه. حرام عليك يا جزمه والنبي كفايه. رجلي ورمت ورمت. ده انا هورمها لك لحد ما تبقى مقاس 88. بس انا كده مش هلاقي جزمه البسها. انت من امتى بتلاقي مقاسك؟ حرام عليك والنبي. طب بص، انت بقالك ساعتين بتضرب فيا، خد بس 5 دقايق راح. انت راجل صاحب مرض. عايزك مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا بمرضي. بص يا ماها، مفيش كوافير من غير يا ماها. اعملي حسابك، رجلي على رجلك يا ماها، والكوافير ده هيتقلب رجالي وحريمي يا ماها. لا بقى لا، وعلى جثتي كله
انت بتعلي صوت الجعورة عليا ما معلش. طيب انا هورنشك بورنش التهابات. بص ورنشني ولا قطعني ولا اعمل اللي انت عايزه كله الا الكوافير بتاعي. الجزاء من جلد العمل. خلص الكلام ومات واندفن دفينا. حرام عليك يا كابيتانو بقى فكني. وبعدين ايه دي؟ هو مش عينك التانية هي اللي كانت عوري؟ ايه انا ما لما دي انصابت نزلت الاستيب. طب فكني بقى، هو انت قافش حرامي؟ انا اتضرب بسبب عيل زيك. ما هو انت اللي هفى. ما النهارده التعامل ميري. لا بقول لك ايه يا كابيتانو، خد نفسك كده وابلع ريقك. امال ايه؟ لحسن اقول للحاره على المستخبي. مستخبي ايه يالا؟ يعني اقول لهم ان انت كنت خلاص يا حماده حبيبي. يلا. على فكره انا مسامحك بس من ورا قلبي. يلا انصرف. انصرف؟ هو انت بتصرف عفريت؟ طب فكني كابيتانو، فكني والنبي فكني، حرام عليك ايدي وجعتني. ماشي يا عور. اهدى اهدالي عشان انت بتعور. اهدالي وريحني. تعالالي تعالالي. ماشي وحضني. مش قادر. تعالالي وحضني. بتعمل ايه؟ مش انت اللي بتقول حضني. انا بقول له عشان يقعد يا حمار. طيب اهدالي استنى. تعالالي كده تعالالي. ريحني انت بالراحة. اقعد بس اقعد عشان تعبان. بالراحة عشان تعبان. صغلي اهدالي بس اهدالي. وما تقلقش قوي كده، الخربوشتين اللي في دماغك دول يومين ثلاثة ويروحوا. يا ابني يومين ايه يا مكياج؟ تقلقش، حط بس دماغك في ميه ساعة أو سخنة، المهم تحط دماغك في أي ميه وخلاص. ها ناويين على إيه؟ هنفضل كده ولا شغلة ولا مشغلة؟ بقول لكم يا جدعان، إيه رأيكم نفتح مشروع؟ في حاجة في دماغك يعني ولا بتقول أي كلام؟ لا يعني ممكن نفتح مشروع مثلا مترو. مترو إيه؟ مترو أنفاق ولا مترو سوبر ماركت؟ لا مترو الأنفاق. نفتح مترو أنفاق؟ ايه انت متخلف يالا، انت عارف مترو انفاق ده بكم؟ كام يعني؟ بيتعمل ب 2 مليار جنيه وبيجيب في الاخر 10,000 جنيه. انت عبيط ياض. طب نعمل طفطف صغير جنبه يمشي. مش هنعمل، انت مش هتعمل، احنا هنشتغل وانت تخرج وتلعب وتجري وتفرح بس. قول يا باشا ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ هقول ايه بعد كلام اتنين هطل زيكم؟ هنزل اشتغل زي زمان واكسب من عرق جبيني لحد ما ربنا يفرجها بقى. ربنا يفرجها، بس انت بحط دماغك في بتادين والنبي لحسن منظرها بقى مقزز قوي. التعاوير في دماغك اكتر من الشعر وعهد الله. والله بقى شبه البصلايا. خلاص يا عم. تجيتش يا موكوس انت والمواكيس، وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ ايه السواريهات دي؟ انتوا كنتوا في حفله تفكريه ولا ايه؟ شوف يا اخي البني ادم اما يبقى ليه عين يتكلم. جولييت الحرم مع بنت القباطين. يا قبطان. ولا دمي انا اللي اقول لها بس. ضحكت عليا العيال. انت مضحكه علينا مصر. عودي ساكت. ماشي خد يا خوتي خد جواب. ده جالك وانت بره. ايه يعني جواب ايه يعني؟ ده شكله ايطالي عليه النسر بتاع ايطاليا. ايه ده ايه ده؟ لو ايطالي ادوهوني انا ترجم. طب خد كده فليط. ايه ده؟ لا ده ايطالي صعب قوي، مش من السهل بتاعنا. لا مش من السهل. مش عارف. يا نهار ابيض لو اللي في بالي طلع صح. الجواب ده من ايطالي على فكره. الله يحبك يا فراشه، ما احنا عارفين انه بالزفت بالايطالي. امال احنا جبناك ليه؟ مكتوب فيه ايه يا قاضي يا حاج؟ مكتوب انكم اتقابلتوا في مسابقة افلام وحسافروا روما. خلاص 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 بس خلاص 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 خلاص. وايه تاني؟ وحاطين كمان العنوان عشان تروحوا تقدموا ورقكم. خلاص 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 بس خلاص 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 بس يا. امتى الميعاد؟ يوم 12. المعدة كان أول امبارح يا أغبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. السفرية باظت باظت بسبب الغباء. نسينا 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 إن إحنا مسافرين. وفي كده
صحيح التخلف ملوش مكان. قاعد بقى لي 20 سنه بلعب حديد الا ما طلع لي عضله غلط حتى. طب بلاش قرف بقى. قرفونا وركبونا الهم. فاضي اكلمك في موضوع مهم؟ لا ده انا فاضي قوي. ان شاء الله تحكي لي حدوته. حورس يا ابني، انت كبرت دلوقتي وعاوز اكلمك في موضوع مهم. عايز تكلمني في ان انا كبرت يعني؟ هنقعد بقى نحكي في سنين عمر عدت؟ طب ما انت كمان كبرت، افضحك دلوقتي قدام الناس واقول عندك كام سنه؟ انا عاوز اكلمك في موضوع مهم. يبقى قول موضوع مهم، انما كبرت بقى والشغل ده انا من لحمك ومن دمك وفاسك، ما ترميش الكلام عليا عشان ما نبوظش الليل. بصراحه كده عاوز اكلمك في موضوع الجواز. وانا برضو كنت عايز اكلمك في كده يابا، كويس ان انت فتحت الموضوع. انا عايز اتجوز يابا، عايز اشوف بنت مزه تدلعني وادلعها وتطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا. انا مالي ومال مشاكلك والمزه اللي انت عاوز تعرفها والطاقه السلبيه اللي جواك؟ انا عاوز اطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا. انا عاوز اتجوز. انت يابا؟ واطلع امك. تتجوز وتطلع امي؟ ايوه. الاتنين؟ ايوه. انا مش هعمل حاجه، انا هقول لامي بس. حورس، هقول لها ابويا عايز يتجوز ويطلقك الاتنين. بلاش يا حورس. شوف الجبروت ياما ياما، ابويا بقى جبار عايز يتجوز ويطلقك الاتنين. الاتنين يابا، تتجوز وتطلقها الاتنين. يا اب يا فاسد يا فاشل. طب افرض قرايتك جت مع واحده صغيره تقول عليك كبير، تعزاك وسط الناس يا فاسد. يا اب يا فاسد، عايز ايه؟ عايز تبوظ الدنيا يا ابويا واطلع زيك في الاخر انا واطلع مراتي واتجوز تاني يا فاسد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الظروف اللي بتخلي الراجل مننا ينحرف. امال انت فين يا امال يا حبيبتي؟ امال حسنة قليلة تملى بلاوي كتير يا أمان. أمان في إيه يابا؟ اللي أنت عامله في شعرك ده أنت هتطير ولا إيه؟ أنت جيت بكتيريا كويس يا ابني. إيه يابا ده؟ إيه ده؟ اللي أنا شايفه ده؟ أوعى تكون استحميت يابا. أيوه يا ابني، عايز أبدأ على نظافة. نظافة؟ طب مالك، في إيه اللي أنت عامله ده؟ عايز أكمل نص ديني. معقولة يابا؟ هتحج يا ابني؟ النص يعني إيه النص الحلو؟ ايوه اتجوز يعني. تتجوز يابا؟ احنا لاقيين ناكل يا ابني. ولاد الحلال كتير، ولاد الحلال كتير. امان امان، اوعي يا امان تنسيني. يا امان اوعي يا امان تسمع كلام. اوعي اوعي يا امان. ابويا اتجنن يا امان. اسمع كلامي انا يا امان. يا لهوي امان، انت فين يا امان؟ يا جزمه اهو كده بقى غوافير مختلط. ما تيجي خد لك نقلك. فهمت بقى يا معلم بكر احنا عايزينك في ايه؟ خلاص فهمت، بس الاول اطلبوا لي لبن. يا ابني دي رابع كوبايه لبن تشربها، انت بترضع؟ ايه يا عم هتنق على ولا؟ يا الله اكبر يا ابني. مش بينق، هنجيب لك كوبايتين مش كوبايه واحده. بس اعرف بس الاول ايه المطلوب. خلاص انا عارف والله انا اعمل ايه. حاجه سهله جدا اقسم بالله، يعني اديله بالشبشب في دماغه. حاجه سهله بسيطه جدا اقسم بالله. هو مين ده اللي هتديله بالشبشب بدماغه؟ ده الراجل قد الجاموسه، لو نفخ فيك هيموتك. عم غور ولا ما تالفش خطط يا افهم ايه المطلوب منك بالظبط. المفروض ان انت تروح تسحل الراجل وابنها هيتصرف في الباقي. يوه، ولو انها اول مهمه ليا بس كان نفسي تكون اصعب من كده. بس ماشي استبينا. ممكن يا معلم بكر يعني ننجز عشان انتصار وحشتني قوي. طب واللبن؟ يا عم هجيب لك معزه كامله ترضع منها. ماشي يلا 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 تعال. عيب ما تضربش يا عمو. ايه الطفل ده؟
تعال يا بكتيريا تعال ما تخافش يابا. انا بخاف من النبي يا عم. هو فين؟ هو الراجل العجيب اللي هناك ده. الراجل التخين ده؟ اه. تخافش تخافش اجيب لك حق. تعال معايا. لا لا يعني هات لي انت انتصار وانا هعمل اكني ببيع عيش. يا ابني ما تخافش يا ابني انت ماشي مع بكر تعالى. ماليش دعوه انا بخاف اقعد هنا اهو. ماشي بشوقك. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع كده يا معلم؟ ساب مراتك قاعدة مع عبده السباك لوحدهم في الشقة. لا ده مراتي ماتت من زمان ياض. قول ياض. الحق يا معلم أبوك بيموت في المستشفى يا معلم. أنا أبويا مات من زمان ياض. قول من وش ياض. الحق يا معلم الزمالك جاب جوانا يا معلم افرح يا معلم. يلا الأهلاوي ياض. ماليش في الزمالك ياض. الحق يا معلم محمد ماهر ينزل ألبوم جديد يا معلم. ما بحبوش ياض. قول من وش ياض. الحق يا معلم الحق ابنك اتمسك ببانجو يا معلم. ما عنديش عيال ياض. امال مين في البيت انت يا عم انت؟ انا قاعد لوحدي ياض. فين ياض؟ فين الشيشه ياض؟ فين اللي جابك هنا ياض؟ معلش قول ياض. الحق يا معلم خالد جاله بوصيره يا معلم. انا خالد ما شفتوش من رمضان اللي فات ياض. قول من وش ياض. استغفر عظيم يا رب. يا ابني خد ياض. يا ولد يا بك انتصار يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني يا ابوي وحشتيني. ينعرفش عقلك يا ظالم يا ظالم. يا الله حبيبتي ايه عدي يا ابو زمان. خد راضي كمان. حضرتك تقدر تقولي يا كونو عادي يعني ما بزعلش. اتفضل. اشمعنى لما يا كونو؟ حضرتك يا فندم عندي في خبرتي السابقه اللي بيأهلني لده حيث اني عندني في السي في بتاعي القبض على سياسي خطير ارهابي دولي مجرم انجليزي اسرائيلي ارهابي مشترك وحاجات كتير تانيه كده يعني مسقط نصها وعملت كل ده يا فندم لوحدي. تفجير احد المعسكرات للارهابيين بمفردي بيدي العاريتين لا مؤاخذه برضه لوحدي. حماية بعض الشخصيات السياسية الخطيرة تمام؟ مثل السفراء والأجانب والسياسيين وأصحاب المطاعم. زي مين؟ أدوس بنزين. عيب يا فندم، عيب لما نبقى أولاد كار واحد وتحطني في اختبار جوه اختبار، مش هقول لحضرتك أكيد يعني. شايف نفسك إيه بعد 3 سنين؟ وزير الداخلية. يا سيادة يا سيادة اصبر يا سيد يا سيد يا سيد اسمعيني وريحيني ارجعيني وحضنيني افهميني واسمعيني تعاليني وريحيني. ايه يا عم انت اللي انت بتعمله ده؟ يا عم انت ايه اللي جايبك منطقتي دي؟ انت بتكلم مين يا ده حموكش؟ بكلمك انت. انت مش كنت اخرس يا الاخرس بيتكلم والصغار بيكبر. ده ايه المعلومات اللي انت جاي بيها على الصبح دي؟ انت قاري مجله وجاي ياض ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله من منطقتي يا عم. يلا منطقتك ايه ياض؟ ياض يلا يا عم حرس اتكل على الله من هنا يا عم. انت هتعمل لي شنكه لابن شناكل يا لا 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 وفي الاخر هضربك برضو يا عم. يلا بدل ما مبوقتك انت كده طلعت بروستي اللي جوه يا عم. يلا يا احنا ما تدخلنا بقى السينما بالموتوسيكل. مش يا ابني هي دي سينما الموتوسيكلات؟ قلت لك مفيش حاجه اسمها كده. كان في سينما السيارات واتقفلت عشان كانوا بيسحبوا رخص اللي يروح هناك. ماشي. انتوا تعرفوا على ان يمين وشمال ولا دخلت شغالين في السينما دي؟ والله ما كناش نعرف. ده ايه ده؟ ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ اه ايه الصدفه الغريبه؟ مش هتخش ببلاش يا حبيبي. ايدك على فلوس عشان اروح اقطع من قرايبي. لا بص خش انت يا كونو وانا وحرس هنستناك هنا على الموتوسيكل. نعم؟ انت فاكرني نايم على وداني يالا ولا ايه؟ عايزين نخش جوه لوحدي السيما وانتوا تقعدوا تعرضوها بالموتوسيكل بره لوحديكوا؟ لا حبيبي انا عايز اعرضها معاكم. طب روح اقطع التذاكر وهنخش معاك. ماشي. اقطع على حسابي وبحسبكم بعدين. ان شاء الله. ايه؟ ان شاء الله ماشي. ماشي. لا مؤاخذة يا اخويا معلش معلش. معلش. بعدين يا حورس هنقابلهم ازاي؟ ما تقلقش. هنخلع منه.
قولي احبك. ايه ده كان يوم اسود. ايه ده؟ بص على حورة الفيلم ده حلو قوي. ايوه ما هو باين، انت مش شايف السينما مليانه ازاي؟ ده مفيش كرسي فاضي يابا. بس ايه ده؟ بس الغوريلا بقى حكايه. غوريلا؟ غوريلا ايه؟ دي مش جرافيك؟ لا يا حبيبي ده حقيقيه. ايه ده؟ على فكره مفيش غوريلا. بطني مش قادر، حاسس ان بطني وجعان، انا هخش الحمام اشوف فيه غوريلا ولا لا. ماشي. يا نهار اسود. ايه؟ نسيت المعزه صف تاني. خليكوا انتوا الخسرانين بقى. ايه ده؟ الغوريلا هي يلا حورس. طلعت بجد؟ كده يا يسرى؟ عايزه تبيعيني وتتجوزي واحد غيري؟ امي موافقه عليا بكتيريا، اعمل ايه يعني؟ وبعدين مش عايزه اقول لك الواد طلع عنده ايه؟ الواد متريش خالص، طلع عنده عربيه ملاكي وشغاله تاكسي، انت بقى عندك ايه؟ عندي موتوسيكل وشغاله ودليفري. بقول لك ايه؟ امشي بقى وطرقني عشان انا في اكل عيش، يلا بقى مع السلامه. اكل عيشك؟ ايه هتعمل ايه؟ يلا يا جدعان النهارده الفيلم ببلاش. يلا ده في 10 رقصات جوه مالت والدنيا ولعه. جيبني بس. خد يلا يلا. هات الفلوس يلا انت ورا. مفيش فلوس ببلاش، يلا. كل سنه وانتم طيبين، يلا. يلا خلي بالك على الملاك ينفعك. يخرب بيتك. بقول لك ايه، بلا تاكسي بلا اتوبيس، ما تطلعيش بروسلي اللي جوايا. يعني اعمل ايه يا حرص يعني؟ يعني اي حد يقرب منك تبعده عنه عشان هشوه له وشه. خلاص يا اخويا بقى تيجي تقدم لي قبله. عايزين فشار. عايز ايه؟ عايزينك فشار. انتوا جايين السينما ولا جايين تاكلوا فشار؟ ايوه جايين ناكل فشار. مفيش! امشوا! بس يا ابني الله يخرب بالك هتوديني في داهيه. بس ايه رايك في الخناقه دي؟ انا عاملها عشان خاطرك، انا كنت ممكن اطلع اكل دماغهم. بس مش مستاهله يعني. انت قلتي لي ايه قبل الخناقه؟ تتقدم لي. طب بص هخش اكمل الفيلم عشان في حته بنت حرام هي احلى حته في الفيلم، وبعدين نشوف الموضوع ده. دي عشان بحبك. ايه ده انت عرفت منين اني بحب المصاصه؟ لا انا ما اعرفش، دي اقرب حاجه لقيتها في وشي. سلام عليكم. ما ازاي الاثنين يتخدموا لنفس الشخص يا لها بكتيريا؟ ايوه صح. أكيد مش هيبقى غالي لدرجة إن أخته باتنين في نفس الوقت. يخرب بيت غباك، هو أكيد هيختار وكده كده واحد فينا هيتقلش. وإحنا ما نبقاش مقرطاسين كونه ملبسينه العمة ويجي واحد يقرطاسنا إحنا. لا يا عم يقرطاس مين؟ طب كونه ده بقى عبيط وإحنا عارفين. أنا هقتل العريس ده. انا ممكن اعرف اللي بتقولوه دلوقتي ده بجد ولا كان حته من الفيلم؟ دن 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 دن. يا حلو لو تقابلني دن في الشارع الوراني دن. يلا حس بقلبي دن. ايه دي؟ ولا مني هو المعلم جزم عامل لي فيها تامر حسني كده ليه؟ دن 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 دن. ايه حضن مين بقى؟ ايه يا اخويا ده؟ ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه، هو ايه اللي كل جزمه لازم لها النعل بتاعها عشان يعميها؟ ايه يعني مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايزه نور من وجهك الحلو ده الرضا، وتفهمني ده انا هظبطك، يعني نفسي اركب لك فرشه، المعك، اخيطك، امنجيك منجيه. ايه؟ تمنجهني؟ تمنجهني دي ايه يا اخويا؟ ما تبص لنفسك في المرايه يا مدهنن يا مكرش، يا ابو فخده شبه سيخ الشاورما المحروق. انت واقف لوحدك ليه؟ لا ما هي شطفتني ومشي. انت عايزني امشي من هنا؟ ما فيش حاجه. فيش حاجه؟ طب وبالنسبة لسيخ الشاورمي؟ ماله؟ يعني كنت عايز منه سندوتش، يا ريت لو تعمل لي واحد. هعمل لك. ما انت لو جبت سيرة الشاورما دي تاني هعمل لك. أنا عندي الحل.
حزام تخسيس امريكاني هيخسسك في الاسبوع بس 50 كيلو. 50 كيلو؟ ده حزام ناسف بقى يلزم. بس هو قال حبتين. مش اشكال. بكام؟ 2000. انا اشتريت. دولار. يعني يطلعوا كم عملة بلدي؟ يعني شوف بقى، دولار اليومين دول كل يوم في الطالع، يا تلحقني يا ما تلحقنيش. رد علي بسرعة، ولو أمين هغير لك سيك الشاورمي وهنحط بداله فيتامين. ده انت حبيبي. خد هنا يا. في ايه؟ على فكره يا جدعان انتوا بتقرقصوني وبتشتغلوني. ليه يا ابني بتقول كده يا ابني؟ والله العظيم احنا كنا بنتكلم على الفيلم. على الفيلم؟ هو الفيلم اتقال في كونه؟ انت بس ما كنتش مركز، ما شفتش الغوريلا وهي عماله تقول اوه نو اي ونت اوه نو. ايه ده؟ يعني الغوريلا قالت اسمي؟ يا حلاوه يا اولاد. طب مش تقولوا بس اختم يا قدامة قدامة لحد هنا والكلام خلص عندي. جرايه يا معلم جزمة، ما قلنا لك ودينا الحارة وهنديك فلوسك على الجزمة. ايه؟ ابو كونيه اخو البنيه. دي قصتك انت بقى. اختم يا قدامة عشان الكلام ده ما يتقالش هنا، الكلام ده عندها. عند مين؟ خالتك. مش هي كل مرة اللي بتيجوا وتنقذكوا وتمشيكوا قبل ما اعزكوا عزيبة؟ يا معلم جزمة، طب عايزنا نعمل ايه؟ نجيب لك ال20,000 دول ازاي؟ نضرب يعني الارض تطلع فلوس؟ تضرب الارض بقى، تضرب مخدرات، تضرب شوكولاتة، ماليش فيه. قدامكم اسبوع واحد وتجيبوا الفلوس كده؟ لأما عشان بس انا بتخيل يا بس خلها دي. بقولك ايه، انت كده طلعت بروست اللي جوايا، نزلنا بقى على جنب بالادب بدل ما ننزل غصب عنك وعن اللي خلفوك. لا لا معلم حريص وعليه قلة الادب. لا انزلك انت وبروسلي. ثانية واحدة اركن على جنب. يا خيري 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 يا خي